دور ثاني ان شاء الله. ان شاء الله نتائج اخرى تخدمنا. وقت اللي تسمع العشوري يقول لك حكيت انا ويوسف انه نحن نغير المواقع نتاعنا ونحن نعمل كل شيء في الميدان، يبدو لي هنا الناس اللي شكت في فوضى تكتيكيه في الميدان، في انه جلال القادري ماهوش متحكم في زمام الامور مع اللاعبين، يبدو لي العشوري كان حاسم وقطعي في الاجابه نتاعو. يا ولدي هذا راهو حكايه حي درابك، هذه دوزيلي ما يجيش هذا على اليسار وهذا على اليمين. يا اخي هو بدل العشوري ومرياح مع بعضهم عنو بيرميتاسيون. يا ولدي دوزيلي ومعروفه من دوبوي اكس تون حتى لتو، ثم ناس يقولوا هذا عبد الباقي يحكي على كره عام 70. انا نقول لهم الفرق بيني بينكم اني انا نعرف كره عام 80 و90 و2000 و2010، اور انتم واقفين على 2020 هكا، اما نعرفهم الكل ومرينا بهم الكل. وانه هذه لا بيرميتاسيون انتر دوزيلي يا سيدي، ما واحد قال لي ما لا فينيسيوس يمشي على اليمين، ارجع الماتش اتليتيكو الاخر شوفوا قداش المره مشى على اليمين، شوفوا ماتش اتليتيكو الريال هاي مشى 20000 مره على اليمين. يا اخي جريمه هي يا ولدي هذيك احنا ديجا في الكوره وقت تبدا توصف في كيب تلعب مليح يقول لك اللي كيب تلعبوا موفمون وتبادل مراكز بيرميتاسيون لا بيرميتاسيون اللي هي من الكاليتي في 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 الفرق في لعبه كره قدم. لا سامحك لانه هي المشكله الوحيده نتاعنا كانت في يوسف والعاشور فوالا، هما حبوا يهمشوا القضيه وليت العاشوري ما حطوا على اليمين كيفاش يحطوا يا ولدي قلبوا بعد تالي تقلبوا 20000 مره وما تقلبتش اللعبه الا غالب سبتو في الليني داتاك جينيرالمون ديما فما شويه ليبرتي يعطيو مارج تاع ليبرتي شويه. يا احنا جينا ضد ناميبيا في نهار طول حكايه قضيه معلول، علاش طول علاش معلول يلعب تيتولير؟ لا هذا ما تبعش كره شامله هذا اللي يحكي ولا معلول معلول علاش يلعب تيتولير ضد ناميبيا؟ اور هو حاجه ناكدها لك، واليوم قعدت انا مع شخص واثق فيه مليون في المئه وبالتجربه كنت معاه اليوم قربت ساعه ونص على المنتخب ومن من القاعه الخابيه منهم داكوردو. حكايه معلول مش يلعب هو ماتش تيتولير ضد ناميبيا وبعده العابدي مش يدخل اليوم مبرمجه من تونس لانه عنده مجموعه ست اشواء عملوا هو فور الماتش ناميبي مش يلعب معلول ماتش مالي مش يلعب بالواحد تقول لي شواء نتاعو غلط صحيح توافق ما فيهش قضيه ثانيه هذه معناها اليوم ما بدلش معلول يبقى ديما قيمه ثابته ما بدلش معلول لانه معلول كان خايب ضد ناميبي ولا كان باهي ضد ناميبي بدل لانه في برنامجه من الاول انه مش يستحفظ بالعبدي الماتش اليوم ولازم نستحفظ على الهادي بخوش.